وين؟ غير يعني. صباح الخير، أشكركم وأطالة وتعز وحضرهم شيئا كمؤسسة وكشبكة مدنية. لديكم نموذج للتيار السياسي و المنظمة الإرهابية اللي هي أنصار المهدي الذي أعلنت عن تاريخ 16 شهر 2 2020 أكد المشاركون أن الهجمات والاعتداء بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي تستهدف المدن الجنوبية ومطار عدن الدولي وقاعدة العند وكذا العيال المدنية في المملكة العربية السعودية والاستهداف التجمعات السكانية والأحياء المدنية المكتظة بالسكان بغذائف المدفعية والتي تشكل جميعها انتهاك واضح لمعايير وقواعد القانون الدولي والإنساني وجميعها تشكل جرائم حرب ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يدعو المشاركون المنظمات الدولية واللجان الدولية المعنية باليمن وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وكذا اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى رصد وتوثيق الانتهاكات وجرائم القتل والتنكيل التي ترتكبها الميليشيا الحوثية وحزب الإصلاح والقوات الحكومية في كل محافظة شبوة والضالع ولحج وتعز بحق المدنيين من أعمال قتل وتنكيل وملاحقات وتقديم مرتكبيها للعدالة. من حصار من ضحايا إلى جلادي، نحن الضحية، نحن المنتهى. أغفلنا هذا الوسط، لم نهتم فيه كثيرا. اليوم ينبغي الموثقة وهكذا. التقرير يتضمن توثيق والرصد لكل انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية بدرجة رئيسية شبوة والضالع ولحج وعدن بالإضافة إلى محافظة تعز. رصدت الشبكة المدنية وثقت انتهاكات هذه الأطراف بكل أنواع هذه الجرائم والانتهاكات الفظيعة اللي ارتكبت بحق المدنيين. نوصل رسالتنا هذه إلى منظمة الدولة للاهتمام. تأتي متأخرا. يا سينا لا ضروري هنا وصلت.